نذهب سريعا مشاهدينا الكرام لمتابعة اجتماع لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، حيث بيهدف الاجتماع لاستعراض ومناقشة تنمية الصادرات المصرية، فلنستمع. اشتغلت في البنك والحقيقة هو من الناس اللي أنا بدين لي بحاجات كتيرة قوي، علمها لي وساعدني فيها إلى يومنا هذا ومستمر. وفي كمان معانا زملاء من قطاع الائتمان، معانا احمد عاصم، انا بلخبط عاصم ولا عصام، سامحني احمد عشان عندنا الاثنين، فانا عشان كده بلخبط، كويس ان انا حفظت الاسامي. فاحمد عاصم ديفيجن هيد في اداره الشركات والقروض المشتركه، الاستاذ خالد سامي برضو ديفيجن هيد في قطاع الشركات والقروض المشتركه، استاذ سامر مصطفى برضو في اداره الشركات ديفيجن هيد في إدارة الشركات والقروض المشتركة، وفي الأستاذ يحيى العناني هرب أو الأستاذ يحيى العناني برضو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مسؤول عن الحاجات كتير في الكوربريت طيب أوكي صح سوري معلش فبرضو ديفيجن هيد في الشركات والقروض المشتركة. في كان معنا حد تاني صح؟ طيب يعني وبرضو التحية لكل الزملاء اللي مش موجودين معنا، لأن زي ما أنا قلت في البداية أنا حديثة العهد بالبنك، بقالي دلوقتي قربت على 15 شهر. والحقيقة يعني لولا فعلا تعاون الزملاء الموجودين ومن المؤسسين والناس القدام اللي في البنك والجداد كمان، إلا أنه بالفعل ما كانش ممكن نحقق اللي إن شاء الله لما نستعرض معاكم كده شوية الحاجات اللي احنا بنعملها بقالنا سنة وثلاث شهور، تلاقوا أنها إن شاء الله يعني فيها أمل بإذن الله. فيعني أسفة أن أنا أطلت في الانترودكشن، بس حسيت أن هو من الواجب أن بما أن بنتكلم على البنك ونشأته فيعني نحيي كل الناس. طيب البنك زي ما أغلب حضراتكم عارفين، البنك تأسس سنة 83 بقانون خاص، هو بنك خاص، 75% من الملكية بتاعته مال عام من خلال بنك الاستثمار القومي وبنك مصر والبنك الأهلي، ما بين الثلاثة مساهمين في 75% من رأس المال يخصهم، و 25% متداولة في البورصة، وال 25% المتداولة في البورصة بتخص المصريين بس، يعني البنك ملكيته مصرية 100%. البنك أنا الرئيس التنفيذي، يعني أنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، ومعالي وزير التجارة والصناعة هو رئيس الجمعية العمومية. فإحنا طبعا بنخضع لرقابة البنك المركزي زي أي بنك في مصر 100%، ولينا تبعية لوزارة التجارة والصناعة بموجب رئاسة البنك بيشرفها معالي وزير التجارة والصناعة. ومن أول الحاجات اللي أنا يمكن كنت حريصة عليها أول ما اشتغلت في البنك، وأنا ببص على الإدارات وعلى شغلها، إن أنا بشوف مين الشركاء اللي مع البنك، علشان لازم يكون في شراكة ما بيننا وما بين كل الستيك هولدرز، سواء الستيك هولدرز دول داخل البنك كإدارات وكموظفين، أو الستيك هولدرز الخارجيين اللي هم طبعا على رأسهم العملاء والمصدرين والمجالس التصديرية، وطبعا وزارة التجارة والصناعة بهيئتها المختلفة المختصة بالتصدير. وفي البداية نكتفي إذن بهذا القدر من اجتماع لجنة البنوك والبورصة لبحث تنمية تطوير أو تنمية الصادرات المصرية للخارج طبعا.